اسمعني مليح ومن بعد انت تقول لي. مالي صح. حيط طايح يطيح وحده يريد. ها انا عشت هنايا، جيت هنا الحمد لله دخلت منا، راني عايشه هنايا 16 سنه زواج والحمد لله على كلش. عشنا وسفرينا وصبرنا، بصح ملي جا ولادنا هادو الصغار شغل كنا لبس علينا حتى خرجوا لنا مرض بالتوحد. يعني هذا المرض حنا متوقعناش، كنا راضيين وعايشين بصح ولينا نحسبه ولا حساب اخر. كيفاه نديرو؟ قعدنا داويناهم شويه شويه بالعقل بالعقل بالعقل، راهم دوكا 7 سنين في عمرهم. واش زادت المطر ولا تكجي المطر، حنا نسفروا بزاف البرد. شوفوا من كامل رايبه داروا مرابط، راهي نص رايبه واللي لاصق معاها رايب. هذا حنايا دوك لي بروبريتير راهم يدوموندو في الداخل تاعو، ديجا طولوا ان بري افي، قالوا له ان ديسمبر تخرج، في هذا ديسمبر يخرج. ما لقاوش كيفاش يديروا دوك. ممكن انا منه كان جا رفدناه، وهذا مده من نهار مدوا من 2017 خليناه هنايا. الوضع تاع المسكن تاعهم وزيد الوضع الاجتماعي، السيد عنده زوج اولاد اللي راهم معوقين، سي دي زونديكابي، يعني الشهريه تاعو بليكوش برك ما لحقهمش.